السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه في حتة الكلاينت سايد اكسبلويت. الكلاينت سايد اكسبلويت زي ما قلنا كده، الكلاينت سايد اكسبلويت دايما بتكون معتمدة على فكرة السوشيال انجينيرينج، ان احنا بتعتمد على اليوزر، بنعتمد على احتكاك من اليوزر. يعني احنا بنحاول نتريجر اليوزر ان هو يتكليك على فايل معين، يكليك على لينك معين، ودي بعد كده بتؤدي ليه مشكلة ان الجهاز بتاعه يخترق وتاخد ريموت شال عليه. طيب الكلاينت سايد اكسبلويت احنا هنقسمهم ل حاجتين. الحاجه الاولانيه عن طريق الفايل، ازاي تبعت فايل ليوزر فتخترق الجهاز بتاعه، والحاجه الثانيه ازاي تقدر تبعت لينك ليوزر فتخترق برضه الجهاز بتاعه. اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده ازاي تقدر تبعت فايل ليوزر فتخترق الجهاز بتاعه. تمام، ده هنبدأ مجموعة من المراحل عشان نخلي العملية دي تتم. ايه هما بقى مجموعة المراحل دي؟ قريبة شوية من الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه عن السيرفيس سايد اكسبلويت وحتة المانيوال سيرش في الانترنال بلو اللي هي ام اس 1710. الموضوع بيتم عن طريق مجموعة من المراحل اللي هي ايه؟ واحد، انا بسطب او بجهز ماليشيوس فايل، فايل بيعمل حاجه وحشه في الجهاز، اللي هو بيديني انا ريموت شيل على الجهاز واقدر اخترق الجهاز. يبقى واحد، انت بتعمل ايه؟ بتجنريت ماليشيوس فايل. اتنين، بتسيت اب ليسنر على الجهاز بتاعك. ليه انا بسيت اب ليسنر؟ عشان الماليشيوس فايل ده هيبعت لي كونكشن على جهازي. تمام، الماليشيوس فايل ده هو عباره عن بيلود قنبله. اوكي، القنبله دي متكونه من حاجتين، من ستيج وستيجر. الستيج ده الكود اللي هيترن على السيستم، والستيجر ده اللي هيبعت لي كونكشن على جهازي. فعشان كده انا دايما بسيت اب الليسنر عشان يقبل الكونكشن بتاع الستيجر، وبالتالي اقدر اتحكم في الجهاز. واخر حاجه بسند تو تارجت. يعني انت لو ركزت كده شويه، ايه الفرق ما بين السيرفر السيرفيس سايد اكسبلويت والكلاينت سايد اكسبلويت؟ الاثنين معتمدين على بيلود، بس السيرفيس سايد اكسبلويت، الاكسبلويت هي اللي بتودي لنا البيلود، كود معين هو اللي بيوصل لنا البيلود بدون احتكاك من اليوزر. انما في الكلاينت سايد، انا كبن تيستر او انا كبني ادم، هو انا اللي مسؤول عن اني اوصل البيلود دي للشخص. يبقى في السيرفيس سايد البيلود دي بتتوصل للتارجت بدون اي احتكاك، انما في الكلاينت سايد انا بشخصي اللي بوصل البيلود دي للتارجت. نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت البايند شيل وريفرس شيل، اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليه دايما في الكلاينت سايد هو ريفرس شيل. طب ليه الكلاينت سايد ريفرس شيل مش بايند شيل؟ ريفرس شيل عشان دايما الكلاينت دايما 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 بنسبه 99% بيبقى موجود ورا راوتر. اوكي، ما دام هو موجود ورا راوتر يبقى بالتالي ملهوش بابليك اي بي، وده ملهوش بابليك اي بي وليه فقط برايفت اي بي، يبقى انا ما اقدرش اكسسه بشكل دايركت، ما اقدرش اكسسه بشكل مباشر. فبالتالي البايند هي بتعتمد على الشكل الدايركت والشكل المباشر، فبالتالي ما بتنفعش. فالحل بتاع ريفرس شيل ان انا بعمل ايه؟ واحد، بجنريت الماليشيوس فايل. اتنين، بلسن بسيت اب ليسنر على الاتاكر بتاعي. اوكي، يبقى انا اول حاجه بعمل ايه؟ بسيت اب ليسنر، وبعد كده ابعت الماليشيوس فايل لمين؟ للتارجت سيستم بتاعي. فالتارجت سيستم لما يرن الماليشيوس فايل، ايه اللي بيحصل؟ يروح التارجت سيستم عامل ريفرس كونكشن على الاتاكر اللي هو الجهاز بتاعي. يبقى تاني، عمليه الكلاينت سايد اكسبلويت بتتم على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ان انا بجنريت البيلود اللي هي الماليشيوس فايل باستخدام ميتازبلويت. اوكي، بقى عندي الفايل اهو، فيروس اهو، عايز ابعته للتارجت. فبعمل حاجتين بعد لما جنريت الماليشيوس فايل. الحاجه الاولانيه اللي بعملها ان انا بعمل ايه؟ واحد، بسيت اب اليسنر. بسيت اب اليسنر زي مثلا حوار النت كات، بس انا بدل ما حسيت اب بنت كات، ما يعني انت ممكن تسيت اب بنت كات، ممكن تسيت اب بنت كات، وممكن تسيت اب بميتازبلويت، وممكن بطرق تانية كمان، بس احنا دايما يا نت كات يا ميتازبلويت دول هتلاقيهم الاكثر شيوعا،
والميتاسبلويت ممكن تلاقيها الاكثر سنه يعني. فبعد لما انا جنريت عملت جنريشن للماليشيوس فايل او للبيلود او للفيروس ايا كان الاسم اللي انت عايز تطلقه او المالوير، ايه اللي بعمله بعد لما اعمل العمليه دي؟ بعمل خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا اسيتب ليسنر على جهازي عشان يستقبل الكونكشن، اوكي. الخطوه الثانيه ان انا ابعت الماليشيوس فايل للتارجت او الفيكتيم بتاعي. فالتارجت او الفيكتيم بتاعي لما بيرن الماليشيوس فايل بيبعت ريفرس كونكشن، يعني بيبعت اتصال عكسي من جهاز الفيكتيم للجهاز بتاعي، فيروح الليسنر مستقبل الاتصال ده، وبالتالي انا كده قدرت اخترق الجهاز. نفس الفكره، واحد بشغل الليسنر، اتنين نت كات بتكونكت على الليسنر. هو ده بالظبط اللي بيعمله البيلود. البيلود لما حاجه اكريتها دلوقتي قدامك هلاقيك هتلاقيني بديها معلومات الاي بي اللي هتكونكت عليه، والاي بي اللي هتكونكت عليه ده بيكون اي بي جهازي انا. اتمنى يكون الموضوع وصل يعني، ولا برضه لو مفهمتش حاول تقول لي، بس جرب تسيرش برضه الاول عشان الحاجه بتبقى صعبه كلها دايما من اول مره. اوكي، يبقى تعالى نقرا بقى الستبس اللي مكتوبه دي. اول قال لك حاجه هتستخدم حاجه اسمها MSF Venom، وانا هوريك الموضوع ده عملي. To generate a reverse shell malicious file، يبقى اول حاجه هنجنريت malicious file بيدينا reverse shell من خلال تول اسمها MSF Venom، ودي احدى التولز بتاعت Metasploit. رقم اتنين، بسيت اب ا ليسنر ويز ميتاسبلويت. احنا قلنا ممكن نسيرش بنت كات، نلسن بنت كات او نلسن بالميتاسبلويت، فاحنا هنا هنلسن بالميتاسبلويت. ليه انا بسيت اب ليسنر؟ تو ريسيف ذا ريفرس شيل كونكشن، عشان استقبل بيه الاتصال العكسي اللي هيجي لي من الفيكتيم او من التارجت. بعد لما عملت الموضوع ده عملت جنريت الماليشيوس فايل وعملت سيت اب للليسنر، بسند الماليشيوس فايل للفيكتيم. فساعتها ايه اللي بيحصل؟ الفيكتيم بيكسكيوت الماليشيوس فايل، then we get the reverse shell connection and get full control over the victim PC. ساعتها بيجي لنا بقى الاتصال العكسي وبيدينا الشيل وبيبقى تحكمنا في الجهاز بتاع اليوزر. نوريك الموضوع ده عملي عشان الموضوع برضو يوضح اكتر. اوكي، اعتقد ان انا مش محتاج جوجل، فوي كان ان احنا نقفله. جاست انا عايز ترنال، ويعني اديها 1 زوم ان، اديها 2 زوم ان. اوكي، اول حاجه انا دلوقتي عايز اجنريت الماليشيوس فايل. عندك تول اسمها MSF Venom، دي تول عائده لشركه ميتاسبلويت او رابت 7 يعني او ايا كان. MSF Venom دي مسؤولة عن ان هي تجنريت malicious file، او ببساطة مسؤولة ان هي عن تجنريت بيلود قائمة بحد ذاتها تقدر تبعتها للتارجت. ببساطة لو عملت MSF Venom داش L ايه اللي هيحصل؟ داش L وتدلها بعد كده الحاجة اللي انت عايز تلستها بيلودز، كان انت بتقول له ايه؟ MSF Venom داش L معناها ليست لي، والاختصار بتاعها اهو البيلودز اللي موجوده، زي بالظبط لما انا جوه الميتاسبلويت بقول له شو بيلودز، هي نفس الفكره بالظبط. MSF Venom داش L بيلودز معناها ليست لي البيلودز. تدوس انتر هياخد دقيقه او حاجه قريبه من كده، وبعد كده هيعرض لك كل البيلودز اللي موجوده جوه الميتاسبلويت. فزي ما بقول لك هي تول تبع ميتاسبلويت بتدي لك نفس دي كل البيلودز اللي انت ممكن تستخدمها، 547 بيلود، حتى نفس الرقم اللي جوه الميتاسبلويت. اوكي، اكتر بيلود مشهوره واحنا بنستخدمها البيلود دي ويندوز، في حاله ويندوز يعني متربريتر ريفرس تي سي بي، دي اكتر واحده شائعه الاستخدام. تعال ناخد الامر ده نكتبه وافهمك هو بيعمل ايه. ده الامر، اول حاجه بقول له MSF Venom داش بي. داش بي يعني انا هجنريت ماليشيوس فايل معتمد على البيلود ويندوز متربريتر ريفرس تي سي بي. اوكي، بحيث ان البيلود دي لما يحصل لها اكسكيوشن على التارجت سيستم او الفيكتيم سيستم هتبعت لي كونكشن على اللوكال هوست. اللوكال هوست معناها الاي بي بتاعي، وتروح جاي اعطيها اي بي جهازي
انت تكتب اي بي كونفيج وتعرف ان هو كام، بس انا عشان عارفه هو 192.168.43.8، ده الاي بي بتاعي انا. واللوكال بورت اللي هو 44، يبقى ببساطه ام اس اف فينوم هتجنريت ماليشيس فايل معتمد على البيلود دي. تمام، البيلود دي لما بيحصل لها اكسكيوشن بتبعت كونكشن على الاي بي ده وعلى البورت ده، ودول الاي بي والبورت بتوعي انا اللي هستقبل من خلالهم الكونكشن. داش اف يعني الفورمات، انت عايز اطلعه لك بانهي شكل؟ عايزك تطلعه لي بالفورمات الاي اكس اي عشان انا هبعته لتارجت ويندوز، وفي الاخر بتاعت عامله الاكبر من، يعني طلعه لي في فايل اسمه فايل دوت اي اكس اي، وتدوس انتر. هياخد برضو ثواني ويطلع لك بعد كده الفايل. تمام كده طلع لك الفايل، لو عملت ال اس هتلاقي اوريدي ان انت عندك فايل اسمه فايل دوت اي اكس اي. كل اللي مطلوب منك دلوقتي، او خلينا ناخده على الديسكتوب افضل، موف فايل على الديسكتوب. اوكي، وهنا نخش على الديسكتوب عشان يبقى حاجه واضحه قدامنا. اوكي، ده فايل دوت اكس اي. لو حتى نزلنا كل ده كده تحت هتلاقي اوريدي اتكريت عندك فايل اهو اسمه فايل دوت، تبقاش رزل بقى، تبقاش رزل. اوكي، فايل دوت اكس اي. تمام، الفايل ده تبعته للتارجت سيستم. تبعته ازاي ده بقى؟ اتس اب تو يو، دي سوشيال انجينيرنج. تبعتوا له عن طريق فيسبوك، تبعتوا له عن طريق اي حاجه، تحطه في فلاشه، وات ايفر. احنا هنا هنقول ان احنا مثلا ممكن نعمل ايه. اقول لك انا في طريقه لذيذه ممكن تعملها، اللي هي ايه؟ واحد، تقف جوه المكان اللي فيه الفايل ده. اوكي، انا عملت ال اس ظهر لي دلوقتي ايه الفايل ده. اوكي كده ظهر لي ايه الفايل ده. في حاجه بقى، حاجه اسمها بايثون داش ام سمبل اتش تي تي بي سيرفر. اوكي، دي كده بتشغل لك سيرفر. تمام، على الاي بي بتاعك ده اللوكال هوست، او ممكن تكتب من خلاله الاي بي ده على البورت ده. ببساطه بعد لما تعمل الموضوع ده، لو التارجت ده فتح انترنت اكسبلورر، اوكي، واكسس الاي بي بتاعك على البورت 8000، هيأكسس الداتا اللي موجوده جوه ديسكتوب. اوكي، انت ممكن ببساطه تروح جاي واخده كوبي وعمله دراج اند دروب. على فكره لو عملنا ديفايسز دراج اند دروب باي دايركشن، يعني ينفع تعمل دراج اند دروب باي دايركشن من هنا او من هنا، وتروح جاي واخد الفايل ده كده ماسكه وحطه جوه هنا. المفروض يخش، او ممكن تحتاج تراستر الجهاز عشان العمليه دي تشتغل معاك. نتراي مره ثانيه، تقريبا انت لازم بس تراستر الجهاز. اعتقد احنا لو راسترناه هيتعمل له كوبي. اوكي، تبقاش رزل بقى، وانا بكره هندس من قليل. خش يا بابا. اوكي، جرب راستر الماشين ان شاء الله هتشتغل معاك. اوكي، انا هتعمل من الطريقه اللي انا قلت عليها، اتاكسس الباشمهندس ده. اوكي، هو مفروك ايه وعمرو دياب ايه بس؟ الناس دول عايشين فين؟ ما علينا، نكتب الاي بي بتاع الجهاز بتاعنا 192.168.43.8 وتدوس انتر. سوري، لازم تحط البورت اللي هو 8 نقطتين وتكتب 8000. لو عملت كده هتلاقي اوريدي دخلك على الديسكتوب بتاعي، او المكان اللي انا ملانش منه الكود ده. فالكود ده ببساطه بيدي لك القدره ان حد ياكسس اللوكيشن ده اللي انت واقف جوه. فتروح جاي ببساطه دايس فايل دوت اكس اي، فيروح جاي نازل يقول لك حابب تسيفه، اقول له اه اعمل له سيف. هيقول لي هتسيفه فين؟ اقول له مثلا خليه في الديسكتوب، وبعد كده اروح جاي قايل له سيف. اوكي، نزلت كده ولا ما نزلتش؟ اوكي، اعتقد ان هو نزل. اوكي، او اعتقد ان الانتي فيروس بيمسكه.
اوكي كده نزل، هتعمل عملية كلوز الفايل كده بقى موجود عندك. كنت ممكن تاكسسه دايركت على فكرة، عن طريق انت تكتب الاي بي وتكتب البورت وتكتب الفايل على طول، وده لينك مثلا تروح جاي بعته لليوزر فيداونلود الفايل ده مرة واحدة. يعني مثلا احنا لو كتبنا الاي بي بتاعنا اللي هو 168 بلا 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 اوكي سلاش فايل دوت اي اكس اي، فممكن اليو ار ال ده تروح جاي واخده كده دايركت وبعته لليوزر كده، معناه بتقول له اكسس الاي بي بتاعنا على البورت 8000 هيدخلنا على المسار ده. نفس فكره الاباتشي سيرفر، لو انت ليك معرفه معاه ده بيعمل لك اباتشي سيرفر، او سوري ده بيعمل لك ويب سيرفر فايل دوت اي اكس اي، وتروح جاي دايس انتر هيروح على طول جاي بداونلود الفايل عند الفيكتم او التارجت. بس احنا خلصنا عملنا له داونلود فهنكنسل، بس بوريك ان انت ممكن برضو الفايل تبعته له على هيئه لينك، بس ستيل هيكون هو لازم يقف عليه ويعمل دبل كليك ويرن الفايل ده. خلاص انا كده مش محتاج الويب سيرفر بتاعي، اقفل يا باشا كل حاجه، نرجع تاني لشغلنا. يبقى كده انا عملت الخطوه رقم واحد، واللي هي ايه؟ ان انا عملت جنريشن للماليشيوس فايل وسميته فايل دوت اي اكس اي. تمام، تاني خطوه عندي ايه؟ ان انا اسيت اب لسنر. اسيت اب لسنر ازاي؟ عن طريق ام اس اف كونسول، عن طريق الميتا اسبلويت. نرجع تاني طب اللي احنا عملناه، قلنا ان على الطريق احنا عن طريق الموضوع ده ان احنا بنجنريت ماليشيوس فايل. لو انا عايز اجنريته لويندوز اكتب داش اف اي اكس اي وطلعه فايل دوت اي اكس اي. لو انا عايز اجنريته للينكس هغير البي لود اكتب لينكس، وهنا الفيرجن بتاعي او السيستم اللي هو 32، 32 بيشتغل على 64، فدي هتشتغل على اي نوع لينكس. متر بريتر ريفرس تي سي بي دي هتبقى البي لود بتاعتي. بيلود هي بالظبط بتدي لك متر بريتر وريفرس تي سي بي، بس بالتارجت لينكس 32 بت وبتشتغل على 64 برضه. هتدي لها برضه ال هوست وال بورد. الداش اف الفورمات انا كنت بقول له اي اكس اي، ودي الصيغه بتاعت ويندوز. في لينكس الفورمات عندنا اسمها اي ال اف، ودي الصيغه بتاعت لينكس. وبعد كده تروح جاي له اكس بورت از فايل دوت اي ال اف، ودي الصيغه بتاعت لينكس. ممكن برضو يعني دي بالتارجت لينكس ودي بالتارجت ويندوز، ممكن تعملوا حاجه جينيريك تشتغل على اي اوبريتنج سيستم، عن طريق تقول له ام اس اف فينوم البي لود بايثون متر بريتر ريفرس تي سي بي. يعني هات لي بي لود نوعها متر بريتر وبتستخدم الاستيجر ريفرس تي سي بي، بس بتعتمد على بايثون مش بتعتمد على ويندوز ولينكس، بتعتمد ان هي ترن من بايثون. تدي لها اللوكال هوست واللوكال بورد، وكل اللي عليك تقول له داش او يعني طلع حالي على هيئه، عشان هنا هنطلعها على هيئه كود فبديها له داش او، انما هنا بطلعها له لهيئه باينري فبدي له داش اف. فهنا هتقول له داش او فايل دوت بي واي. اي اوبريتنج سيستم عنده بايثون يقدر يرن الفايل ده، سواء كان لينكس او سواء كان ويندوز. دي كده اول حاجه ازاي تجنريت ماليشيوس فايل. تاني حاجه ازاي تسيت اب اليسنر، عن طريق ام اس اف كونسول بتستخدم اكسبلويت. الاكسبلويت دي بتوفر لك ليسنر، اكسبلويت اسمها اكسبلويت مالتي هاندلر. تخش على الاكسبلويت دي وبتدي لها المعلومات اللي انت عايزها تلسن عليها، زي اول حاجه تدي لها البي لود، تاني حاجه تدي لها اللوكال بورت واللوكال هوست، وبعد كده تروح جايه لها اكسبلويت فتشغل لك ليسنر عندك. ازاي الكلام ده بنعمله؟ ابدا هنا هتروح جاي قايل له ايه؟ يوز الليسنر بتاعنا جوه اكسبلويت مالتي هاندلر. اوكي تقول له شو اوبشنز، او ممكن اقول لك شو انفو عشان تعرف هو بيعمل ايه برضو. هروح جاي لك في الديسكربشن ذيس موديول از ا ستاب ذات بروفايد اول ذا فيتشر اوف ذا ميتاس بلو بي، ولا فهمت اي حاجه، بس ده بيديك ليسنر. اوكي شو اوبشنز، عشان لازم تحط له البي لود، فاول حاجه تقول له سيت البي لود، نفس البي لود اللي انت عملت لها جنريشن اللي هي كانت ايه؟ ويندوز متر بريتر ريفرس تي سي بي. ولو استخدمت البي لود دي هتكتب البي لود دي، ولو استخدمت دي هتكتب دي. تمام انا كده استخدمت البي لود دي، هقول له شو اوبشنز، هيقول لي نكبر دي بس كده عشان الحاجه تبقى واضحه. هيقول لي انت دلوقتي بتستخدم الموديول ده اللي هو الاكسبلويت، وده مش بيحتاج اي معلومات عشان ده بيعتمد ان هو ليسنر فقط. دي البيلود اللي انت حاططها لي ويندوز متر بريتر ريفرس تي سي بي، اديني بس بقيه المعلومات اللي ناقصه. اللوكال بورت اربع اربعات، اوكي احنا كنا حاطينه فعلا اربع اربعات، واللوكال هوست
التارجت سيستم بتاعي او السيستم بتاعي اللي انا شغال عليه دلوقتي، اعطيت له الاي بي بتاعه، راجع له تاني شو اوبشنز كده، كل البيانات موجوده، هقول له اكسبلويت، هيقول لك ايه ستارتد ريفرس. هو تقريبا عشان انا رنتها فعشان كده اعطتنا شل على طول، اطلع من الكلام ده، رنها مره تانية. اوكي دلوقتي قال لك ايه ستارتد ريفرس تي سي بي هاندلر اون الاي بي بتاعك 4 4. يبقى دلوقتي ايه، في لسنر شغال على الاي بي بتاعي على البورت 4 4 مستني اي اتصال يجي لي. يبقى كده انا عملت الشرطين بتوعي، واحد ان انا عملت جنريشن لماليشيوس فايل، اتنين ان انا عملت سيت اب للسنر، تلاتة ان انا بعت الماليشيوس فايل للتارجت. وهكتب لك تحت الماليشيوس فايل للتارجت الكود بتاع بايثون اللي هو بايثون داش ام سيمبل اتش تي تي بي سيرفر. اوكي وتبعت للتارجت الاي بي ده اتش تي بي نقطتين سلاش سلاش، تديله الاي بي بتاعك وليكن 192.168.43.8 نقطتين البورت اللي هو باي ديفولت هيكون 8000 سلاش اسم الفايل وليكن ان هو هيكون فايل دوت اي اكس اي. اوكي حتى خزنتها لك اهو، عملت شيفت اف 5. يبقى تسند تو تارجت ازاي؟ عن طريق تقف جوه المكان اللي فيه الفايل دوت اكس اي، تمام، وليكن هو الديسك توب. من جوه الديسك توب بترن بايثون داش ام سمبل اتش تي بي سيرفر. اوكي وبايثون البي سمول مش البي كابيتال. اوكي ترن الامر ده، الامر ده هيشغل لك ويب سيرفر على الاي بي بتاعك البورت 8000. فمجرد ان انت تكتب الاي بي والبورت 8000 وسلاش تكتب اسم الفايل اللي موجود في المسار وتبعته للتارجت هيداونلود الفايل بتاعك. كل ده انا عملته، يبقى الثلاث مراحل دول انا عملته، مش باقي غير ان التارجت يكسكيوت الفايل ده. اوكي هنزل دي تحت بقى ونحط دي كده ايه على الجنب. اوكي حتى هعمل كنترول سي عشان بس ارفعها لفوق ورنها مره ثانيه. اوكي تمام، يبقى دلوقتي ده ايه، ده التارجت سيستم بتاعنا وده الليسنر بتاعنا. انا دلوقتي عملت جنريشن لماليشيوس فايل وسطبت على جهازي الليسنر اهو، فاضل ان انا وبعت الفايل للتارجت. اوكي فاضل ان انا اكسكيوت الفايل ده، ببساطه هروح جاي واقف عليه ودايس دبل كليك، هيقول لي دي وانت تو ران يس. اللي بدا يحصل قال لك اوريدي الستيج بعتت الستيجر، لود الستيج هناك وبعت لي الكونكشن وجالي فعلا ميتر بريتر، ولو كتبت سيس انفو انا كده قدرت اخترق الجهاز. يبقى من فايل والفايل ده بيتبعت للتارجت، مجرد ان انا ادوس عليه دبل كليك بيبعت لي ريفرس كونكشن على الليسنر بتاعي اللي هو قدامك ده، ومن الليسنر بيبقى ليك فول اكسس على التارجت سيستم بتاعك. مش عارف الموضوع واضح ولا لا، اتمنى ان هو يكون واضح. يبقى دي المراحل اللي انت بتمر من خلالها عشان تقدر تاكسبلويت حته الكلاينت سايد. تمام، فالكلاينت سايد اكسبلويت بتعتمد ان انت تبعت فايل او تبعت لينك لليوزر. الفيديو الجاي هنتكلم ان انت ازاي تبعت لينك، بس دلوقتي احنا بنتكلم ان انت ازاي تبعت فايل، والفايل ده لما بيروح لليوزر واليوزر بيدوس عليه دبل كليك بيدي لك ريستارت، ما تعمل له خلوش يرسل، حطها مثلا 4 ساعات وقول له بوستبون. اوكي الفايل ده لما بتبعته للتارجت والتارجت بيعمل له اكسكيوشن بيدي لك ريفرس شيل على الجهاز بتاعك. ممكن بقى نعمل اكزيت، انا جاست كنت عايز اوري لك الفكره عباره عن ايه. نرجع تاني لل الباوربوينت، زي ما احنا قلنا يبقى انت بتجنريت ماليشيوس فايل بتستخدم ام اس اف فينوم تو جنريت ريفرس شيل ماليشيوس فايل، بتسيت اب ليسنر ويز ميتاس بلويت تو ريسيف ذا ريفرس شيل كونكشن، بتسند الماليشيوس فايل تو ذا فيكتيم، ذا فيكتيم اكسكيوت ذا ماليشيوس فايل، then we get the reverse shell connection and get full control over system PC. يبقى اول حاجه بتجنريت الماليشيوس فايل، تاني حاجه بتسيت اب ليسنر
تالت حاجة بتبعت الفايل للفيكتيم، رابع حاجة الفيكتيم بيكسكيوت الفايل، خامس حاجة بيجي لك الكونكشن وتبقى خدت كنترول على فول كنترول على السيستم. دي الطريقة أو دي الأوامر اللي أنت ممكن تجنريت بيها malicious فايل msf venom dash l وتكتب وراها كلمة payloads عشان يعرض لك كل البيلودز اللي موجودين في السيستم. اوكي، وبعد كده لو انت عايز تجنريتها لويندوز هتستخدم اول امر، لو انت عايز تجنريتها للينكس هتستخدم تاني امر، لو انت عايز تجنريتها حاجه جينيريك تشتغل على لينكس وويندوز وماك اي حاجه نازل عليها بايثون هتستخدم تالت فايل. بتسيت اب اليستنا تخش على ام اس اف فينوم تستخدم اكسبلويت مالتي هاندرل تحط البيلود، لو انت استخدمت بتاعت ويندوز هتحط البيلود بتاعت ويندوز، لو استخدمت بتاعت لينكس هتحط البيلود بتاعت لينكس، لو استخدمت بتاعت بايثون هتحط البيلود بتاعت بايثون. بعد كده تدي له بقيه الانفورميشن بتاعتك زي اللوكال هوست واللوكال بورت، بس هو باي ديفولت بيبقى حاطط اللوكال بورت الا لو انت غيرته، لو انت حطيت اي بورت غير اربع اربعات لازم تكتبه وتقول له سيت اللوكال بورت وليكن خمس خمسات او اربع خمسات. بتشوف الاوبشن عشان تتاكد ان كل الاوبشن محطوطه وتمام، وبعد كده بتعمل اكسبلويت او ممكن تعمل اكسبلويت داش جي تخلي الاكسبلويت دي ترن في الباك جراوند وبتاكسسها بسيشن داش ال وبسيشن داش اي انتراكت. اخر حاجه بتسند الفايل ده ممكن تبعته له بقى بالطريقه اللي تعجبك، والطريقه اللي انا قلت لك في الفيديو ان انت تشغل ويب سيرفر على نفس اللوكيشن اللي انت واقف جواه وتروح جاي باعت اللينك ده كده للتارجت سيستم بتاعك فيوصل لليوزر. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم بقى انت الفيديو ده اتكلمنا فيه انت ازاي تبعت فايل، ازاي تخترق السيستم من خلال فايل. الفيديو الجاي هيوريك ازاي تخترق السيستم من خلال لينك فقط. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم.